اسماء زوجت الزبير بن العوام قبل الهجرة، وكان الزبير فقير الحال، ما عنده لا يملك حاجة، ما عنده غير فرس واحد، كانت تخدمه وتخدم الفرس، وهم من هم من آل يعني آل قريش، يعني مو بس تخدمه، تخدمه وتخدم فرسه، وتحمل النوى مسافات بعيمة، تروح من بعيد تجيب النوى عشان تطعم الفرس، يعني كمرأة بارة لزوجها كما برت بأبيها. وقالت رضي الله تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير الفرس، أطعمه وأطعم فرسه. أنا أعتقد أن هذه المرأة ذات خصائص كبيرة لا نستطيع في عجالة. هي هاجرت وهي حامل بابن عبد الله بن الزبير إلى ومع أختها عائشة رضي الله، كانت حامل بعبد الله، فلما أتى المدينة ولدت بقباء، يعني هو كان مولود في قباء. أول شيء دخل في جوف ابنها عبد الله بن الزبير كان ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الميزات التي تميزها. وكان عبد الله بن الزبير هو أول مولود للمسلمين في المدينة المنورة من المهاجرين بعد الهجرة، يعني من المهاجرين كان هنا. وعبد الله بن الزبير بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه 7 سنوات، وصحبت هي النبي صلى الله عليه وسلم وحجت معه حجة الوداع، وصلت خلفه في مسجد في مسجده مع النساء، وروت كثير من أحاديث، يعني أسماء ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد أن هذه السيدة من المواقف العظيمة التي تذكر عنها، إنها أولا هي بنت الصديق، هذا الموقف العظيم لهذا الرجل. لكن عندما اشتدت الأمور على عبد الله بن الزبير ابنها، نرى هنا موقف عظيم مع الحجاج، حدثت فتنة وجاء الحجاج وأثناء ما صنع، وأراد عبد الله بن الزبير أن يستقل في وضع، وكانت المواقف حرجة، لكن هنا موقف سيدة، يأتيها ابنها عبد الله بن الزبير وقد تخلى الناس، يقول يا أمه إن معي من قد لا يثبت إلا ساعة، خلاص الناس راح شافوا الأمور طاحت، شردوا كلهم وراح. فتقول له يا بني إنما يعنيني أأنت على حق أم أنت على باطل، على حق أم أنت على باطل؟ قال والله إني على حق، ولكن أخاف أن يمثل بي بني أمية. قالت يا بني والله لسيف يضرب عنقك في سبيل الله أولى من سيف تضرب أو من صوت تضربه في مذلة، والله لسيف يضرب عنقه في سبيل الله أولى من صوت تضرب، لو يضربوك بالصوت ذلة، لكن هنا تقاتل. شوف المنطق عند هذا السيد، ما هي مسألة، هي اللي قالت له بعد كده أنه يعني ما يضير الشاة بعد، لا هو لما قال لها كده قال لا بس يعني يدهمله، قالت ما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. لكن كمان هي لما مرت الحجاج على شدته وعلى غضبه، علق عبد الله بن الزبير ليخيف الناس، مع انه الوالي ارسل له انه خلاص كف، لكن اغفل الرساله وفتك بعبد الله بن الزبير وقتله. فلما مر قال علقوه حتى يعني يري اسماء رضي الله، كان جبار. فمرت فقال انظروا ماذا تقول، يعني يبغاها تبكي لان هي كانت قد كف بصرها رضي الله عنها. فمرت فقالت أما أنا لهذا الفارسي أن يترجل؟ قالت فنوه ستذهب مثلا. ثم لقيها في الشعب فتكأكأ الناس اجتمعوا، يبغى يشوفوا هذا أسماء من ناحية وهذا الحجاج من ناحية. قال يا أسماء يا ذات النطاقين كيف ترين، حديث طويل إنما لأن منه، كيف ترين صنيعي بابنك عبد الله بن الزبير؟ قالت يا حجاج أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. الله، قال ليتني لم أسألها، ليتني لم أسألها. عن أي كيان تتكلم أنت؟ ومرأة كانت كف بصرها في آخر حياتها، ولكن رضي الله عنها ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. و يعني الحقيقة إن هي كمان لها مواقف، جاءت لأمها قتيلة بنت عبد العزة وكانت مشركة مطلقة من أبي بكر الصديق، ومعها هدايا الأسماء، فلم تقبل منها شيء،
ولم تدخلها حتى إلى بيته، حتى ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقالت يا رسول الله، يعني هي ذهبت قالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة يعني في، فأفأصلها؟ ما تبغى تسوي شيء بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان التربية. الإيمان. قال نعم صلي صلي أمك. يعني هذه ما يعني كانت سخية سخية جدا، ما تضع شيء في يدها إلا تنفقه، ولا تترك الشيء للغد، فتقول تركنا كل شيء لله عز وجل وسيغنينا الله. كان من عجائب أمرها أنها إذا مرضت أعتقت مملوك على طريقة النص داووا مرضاكم بالصدقة. كانت معبرة للأحلام، كان الناس يصلوا إليها لتعبر لهم الأحلام، وتعلمت ذلك من سيدنا أبو بكر الصديق، فقد كان على علم، وكانت هي امرأة فقيها عن أبيها، وكذلك كان عنده علم في الأنساب عليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. يعني أنا أعتقد أن حياة هذه السيدة أسماء حياة زاخرة بالعلم بالكرم، وتربت بجوار رسول الله مع والدها. وما إذا نحن ننظر إلى سيدة ليست هينة عندما نرى ماذا فعلت وكيف أجابت وكيف تكلمت وكيف كانت حاضرة الذهن وكيف ردت على جبار. وليتنا تكون قدوة إن شاء الله، وهي في حياتها قدوة. نعم نعم. عندما ننظر إليها ننظر إلى سيدة كريمة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، تستحق أن نقف وقفات في سيرتها العطرة ونتعلم ونعلم بناتنا من هذه السيدة. نعم. وماذا فعلت.